السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم، معكم زياد هادي أستاذ آلة العود والنظريات والغناء العربي من العراق. أشرب بكم اليوم، احنا عندي فد مقدمة بسيطة لسماعي للأستاذ مؤلف الله يرحمه إبراهيم العريان، وهذا من المؤلفات المهمة، لكن هي راح تفيدكم حتى للسماعي، حتى الإخوان اللي مبتدئين وتعلمون حرفي راح تفيدهم هاي المقدمة وراح يسمعوها لكم، وراح تفيدكم بكثير من أمور بالجلسات وبين الأصدقاء وفي أي مكان. طبعا هناك دورات موسيقية 8 محاضرات تتعلم أما الغناء أو العزف على العود أو النظريات والسولفيج وقراءة النوطة. الرقم الواتساب أسفل الفيديو تقدر تتصل بيه. خلينا نقرأ مباوع نشوف على هذا. شوف هسه داري نقرأها صالفا. شوف ناخذ أول شيء دليلة سي بيمون مي كار بيمون. صال فا مي ري مي فا صال فا صال ري دو. نعيد لك صال فا با صال فا مي ري مي فا صال فا صال ري دو فا مي ري دو سي لا صال لا صال فا مي صال فا مي ري دو سي ري لا سي لا صال فا دو ري مي فا مي فا صال فا صال مي ري سي لا صال فا مي ري لا صال فا مي ري تسليم سي سي لا لا صال صال لا صال فا فا صال فا صال فا صال لا لا صال صال فا فا صال فا 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 صال فا من مي ري مي فا صال صال فا فا من مي فا مي ري مي دو ري مي فا ري مي فا صال فا صال ري مي فا صال لا سي ري دو سي لا صال فا من مي فا مي ري مي فا صال لا دو سي سي لا لا صال صال لا صال فا فا صال فا صال فا صال لا لا صال صال فا فا صال فا من مي ري مي فا صال صال فا فا من مي فا مي ري مي دو ري مي فا ري مي فا صال فا صال ري مي فا صال لا سي ري دو سي لا صال فا من مي فا مي ري. ونايب للتقسيم واضح شلون تعرف هذا المفتاح مالته؟ من تسمع هاي مفتاح البيت لكم، واتمنى انه فدتكم هذا الشيء بسيط، و نشوفكم دورات موسيقيه، ولايك والاشتراك، ومع السلامه. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.